هنكمل ان شاء الله موضوع الابي فيجن 6، وتعالى كده ايه ناخد شويه اكزامبلز كده سريعه، وازاي نحاول نصغر الشكل الخرافي بتاع الابي فيجن 6 دون حاجه كبيره جدا قدامنا. وتعالى نتكلم كده على شويه حاجات صغيره كده في الابي فيجن 6 كمان، عشان ايه تكون الدنيا اوضح بالنسبه لنا. بص لي بقى يا سيدي، اول تعالى كده احنا قلنا الاي بي فيرجن 6 هيتكون بدل من 4 خانات زي الاي بي فيرجن 4 هيتكون من 8 خانات. كل خانه هيكون فيها كل خانه هيكون فيها ايه؟ 4 بيتس، كل واحده هتكون عباره عن هيكساديسمال. فتعالى كده اديك مثال، مثلا كده يعني ممكن تلاقي الاي بي فيرجن 6 بيتكون من رقم زي ده كده مثلا 2001 واحد اتنين تلاتة كده 3 خانات، ودي كده الخانة الرابعة مثلا، أو خليها 0 2 0 0 خلاص كده، بعد كده 0 0 1 1 ده كده 1 2 3 4 5 خانات مثلا. بص شكل الاي بي فيرجن 6، 1 2 3 4 5 6 7، لسه في واحده هنا كده. عايزين نصغر الشكل الفظيع ده، عايزين نشغل نصغره ونخليه شكله كده احسن شويه، ننظف الشكل ده. قال لك بص، اول قاعده عندك لو عندك مجموعه اصفار، لو عندك خانه كامله كده كلها صفار، ها ممكن تشيلها وتحط مكانها 0 1 بس. معنى كده الخانة دي والخانة دي ممكن تشيل دي كلها وتحط 0، وتشيل دي كلها وتحط 0. حلو قوي، كلام جميل. يبقى هيبقى شكله بالمنظر ده، 2001 نقطتين 0 نقطتين كمان 0. شفت كده وفرت 3 خانات. طيب القاعدة التانية، لو عندك 0 في اول الخانة ممكن تلغيه، ده كده مش عايزينه، متشكرين يا سيد. فكده ممكن تتقرا كده 2 0 0. بعد كده بص بدأ بصفر اهو كمان، شايف اهو، الغيها مش عايزينها. شفت؟ طيب بعد كده برضه بدأ بصفار، قال لك اهو. طب لو مش بادئ بصفار في الاول، قال لك لا اكتب الرقم زي ما هو، ما تجيش كده وتقول لي في صفر الناحيه دي ملوش لازمه. لا انا بكلمك على الصفر اللي ولو في الشمال في اي خانه، الصفر اللي في الشمال في اي خانه ممكن ايه ها خلاص مش عايزينه، انما لو في اليمين ولا في النص اوعى تشيله، انت كده بتهرج. اهو 2 1 1 0 نقطتين، بص 3 اصفار اهو 1. شفت اهو، يعني ده ممكن يترجم يبقى بالشكل ده. ايوه الاتنين متساويين. ايوه قال لك حاجة كمان، لو عندك مجموعة اصفار متتابعة زي ده كده، ده صفر في خانة وصفر في خانة تانية الاتنين ورا بعض، شيلهم وحط مكانهم 2 كولون ورا بعض. يعني ايه؟ يعني يتكتب كده 2001 نقطتين نقطتين بس كده اهو، 200 اهو. شفت قللت حجمه قد ايه؟ قللت حجمه قد ايه؟ ها وضحت؟ طيب تعال ناخد مثال كمان. ها حد عنده اي مشكلة في كده؟ اكمل؟ طيب تعالى، حلو، تعال ناخد اللي الراجل ده بيقول عليه كمثال، 2A06 8 اي صح كده، سي 0 3. طب ما انت مدولي اصلا متروق اهو،
محمد انت مديني اصلا، انت مديني واحد متروق حجمه صغير اهو اساسا، انت بتهرج يعني. لا انا عايز واحد مكعبل واحنا نحاول ننضفه شويه كده نروقه يعني. طيب تعال ناخد المثال ده يا سيدي. وليكن واحد اتنين تلاتة أربعة. طيب كده ستة، بعد كده سبعة، بعد كده أهو 8 خانات هما. تعالى كده نروقهم. قالك بس نزل ده زي ما هو. طيب بص كده ده صفر ورا صفر، ها فممكن يتكتب كده. طيب بعد كده زيرو زيرو في الاول اهو مش عايزينها يا عم، تبقى سبعة اي على طول اهي. طب بعد كده صفر، بعد كده صفر، بعد كده صفر، بعد كده واحد واحد، خلاص دول في الاول يبقى مش عايزينهم من ناحية الشمال. طب دلوقتي بص لي كده، قال لك اي صفرين شيلهم وحط مكانهم كولون. عارف لو عملت كده ما ينفعش، لو عندك مجموعة أصفار متتابعة أكتر من مرة ما ينفعش تعوض عن أي حاجة بالشكل ده إلا مرة واحدة بس. ما ينفعش تعوض باتنين كولون ورا بعض إلا مرة واحدة بس، يعني يا إما تعوض هنا يا إما تعوض هنا، يعني يا إما تكتبها بالمنظر ده ده كده، كده لان انت لو كتبتها اكتر من مرة. تخيل لو كنت جيت، لو انت كنت جيت عوضت لي هنا كده باتنين كولون وعوضت لي هنا كمان باتنين كولون، يا نهار ازرق ده انت كده بوظت الدنيا خالص. عارف ليه؟ هو كان في كام صفر في الاول هنا؟ اتنين صفرين في الاول ولا تلاتة في الاول؟ طب هنا كانوا صفرين ورا بعض ولا 3 اصفار ورا بعض؟ مش لو عملتها كده احتمالية كان يبقى كده، احتمالية كان يبقى الشكل عندي كده، وده كان احتمالية يبقى كده. فلو انت هتخل بالشكل الاي بي كان عليه ما ينفعش ايه تستبدل اهو، عشان كده كنت بقول لك ما ينفعش تستخدمها اكتر من مرة. دي كده ما ينفعش تستخدم اكتر من مرة. ها وصلت؟ وصلت؟ يبقى انا حولت الشكل الفظيع اللي كان مكتوب ده كله فوق كده لايه؟ للشكل المبسط ده. ماشي؟ تاني تاني، انا خدت الشكل الفظيع ده اهو شايفه، حولته للشكل ده. ها هل ده صعب؟ لحد هنا ده صعب؟ حلو قوي. بص لي كده، قال لك انا قلت لك من شويه ان كل صفرين ورا بعض ممكن تشيلهم وتحط اتنين كولون، صح؟ طب ادا صفرين ورا بعض اتنين كولون، وادا 3 اصفار ورا بعض. انا قلت لك لو صفر او صفرين ورا بعض او اكتر شيلهم وحط اتنين كولون. طب دلوقتي انا كده ممكن ايه؟ هل ينفع اعملها كده؟ هل ينفع كنت اعملها كده؟ 2001 ينفع تعمل كده؟ الكلام ده غلط. عارف ليه؟ لان انت مش عارف هل هنا كان 3 اصفار وبعد كده هنا صفرين، ولا هنا كان صفرين وبعد كده كانت 3 اصفار. وهم 8 خانات، ادا 1 2 3 4 5 6 7 8، او 1 2 3 4 5 6 7 8 في الحالة دي.
ده انت كده لخبطت نفسك اكتر، انت كده ما بقتش عارف هو كان هنا صفرين ولا 3 اصفار، وهنا كان صفرين ولا 3 اصفار، فيبقى الشكل ده كده غلط ما ينفعش. ها، يبقى لما تيجي تبدل يا اما تبدل الاتنين اللي في الاول او الاتنين اللي في الاخر، ما ينفعش تحط 2 كولون كده اكتر من مرة. طيب حاجة بس عايز اقولك عليها، الشكل ده صح والشكل ده صح، بس مين الاحسن فيهم؟ ده شكله اشيك فيهم، ده شكله اشيك فيهم. عارف ليه؟ لان ده وفر لك في شكل الاي بي. بص لي كده، ها ده احسن تكتب الصفر 3 مرات ولا تكتبه مرتين؟ ده شكله اشيك شويه، ده شكله ابن ناس شويه. ها وضحت؟ وضحت تمام كده؟ عندك حرية الاختيار تستخدم ده او تستخدم ده، في مشكلة؟ ها طيب، كلام جميل. حاجة بس عايز اقول لك عليها، ان اوتوماتيك اي انترفيس، دي حاجة تانية بقى في الاي بي فيرجن 6، اي انترفيس عندك اوتوماتيك كده بيعمل اوتو جنريت لاي بي فيرجن 6 ادرس عندك، حتى لو انت ما حطتلوش اي اي بي. تاني اي انترفيس عندك، اي انترفيس عندك ايا كان، ها بيعمل ايه؟ اوتوماتيك بيجنريت اي بي فيرجن 6 عندك من غير ما تديله اي اي بي ومن غير ما تقوله اي حاجه. طب بيجيب الاي بي ده منين يا عم؟ قالك بيستخدم الماك ادرس بتاع المكنه عشان يحاول يكريت يونيك اي بي فيرجن 6 لنفسه. مش الماك ادرس بتاعك يونيك؟ مش كل ماك ادرس ها يونيك على كل مكنه؟ مش كل كارت له ماك ادرس؟ حلو قوي. قالك بس انا هاخد الماك ده اهو وهستخدمه عشان اكريت لنفسي يونيك اي بي فيرجن 6. طب هستخدمه ده ليه؟ قالك عشان لو عندك شبكه كده اهو، ادي مجموعه اجهزه اهي. فاكر في الاي بي فيرجن 4 لو مفيش اي جهاز عليه الدي اتش سي بي كان بيروح ياخد من مين؟ ها حد فيكم سمع عن حاجه اسمها الابيبا؟ مش كان بياخد من رينج كده 169؟ ها حد فاكر الحكايه دي؟ انا حد عارف الحكايه دي؟ في ويندوز، في ويندوز لو انت عندك كارت والكارت ده حاول ياخد من الدي اتش سي بي، ومن الدي اتش سي بي اصلا مش موجود. طيب انت ما ادتلوش اي بي ستاتيك، فاوتوماتيك كان بيروح ياخد من مين؟ من الابيبا. الابيبا دي كانت بتديله كده، او هو اوتوماتيك كان بيجنريت لنفسه اي بي 169. طب دلوقتي، طب ده كان بيستخدمه اصلا ليه؟ قال لك عشان لو في هوست كده في الماك، في الجهاز ده عندك هوست هنا على الشبكه دي، الجهاز ده وعندك هوست هنا على الشبكه دي، يعرفوا يكلموا بعض. يعني حتى لو انت ما ادتلهمش اي بي كانوا ممكن يكلموا بعض. خلاص طيب، كلام جميل. طب في الاي بي فيرجن 6 بقى الاثنين عايزين يكلموا بعض، لا مش انترنال دي اتش سي بي ولا حاجه، مش انترنال ولا حاجه، مش انترنال، هو مش انترنال دي اتش سي بي، الابيبا مش انترنال دي اتش سي بي، ما تحاولش تخترع حاجه من دماغك. طيب في الاي بي فيرجن 6 قال لك حتى لو ما فيش راوتر ولا في دي اتش سي بي ولا في اي حاجه، قال لك بص انا اوتوماتيك من غير ما تقرب لي كده يا عم، اول ما تقرب لي كاي بي فيرجن 6 وتبقى انيبلد على الانترفيس ده، اوتوماتيك انا هحاول اعمل اي بي فيرجن 6 لنفسي. ده اسمه اللينك لوكال. خلاص ده اسمه اللينك لوكال. ايه اللينك لوكال ده؟ بكل بساطه اللينك لوكال ده هو اي بي فيرجن 6 ادرس بيتعمل له جنريت اوتوماتيك على الانترفيس بتاعك من غير ما تقول له اعمل اي حاجه، هو اوتوماتيك بيكريت نفسه بنفسه. طب ده فايدته ايه؟ فايدته ان نفس الهوستس لنفس اللي على نفس الاي بي فيرجن 6 لير 2 نتورك يكلموا بعض. خلاص كده؟
طيب كلام جميل. طيب هيتعمل له جنريت بقى ازاي؟ مبدئيا بس الايانا، عارفين الايانا؟ هي اللي مسؤوله عن توزيع الاي بي ادريسنج، سواء اي بي فيرجن 4 او اي بي فيرجن 6. الايانا قالت لك بس انا هخليك تاخد الاي بي فيرجن 6 هيبدا دايما ب اف اي 80، اف اي 80 خلاص كده، واف اي 80 ده ها هيبقى ايه؟ هو حاجه اسمها البريفكس، اللي هي النتورك بتاعتك، النتورك بريفكس اللي هتستخدمها عشان تجنريت مين يا ريس؟ الاي بي فيرجن 6 بتاعك. طيب اف اي 80 سلاش 64 زي ما الراجل ده كاتب، حلو خلاص كده. طيب اللينك لوكال مش لير 3، اللينك لوكال لير 2 فقط، السايت لوكال هو اللي لير 3. يعني ايه بقى بكل بساطة؟ ان الراجل ده بيعك احلى عك اللي اسمه محمد عطا الله بيقول معلومات غلط. بص كده عندك راوتر اهو، الراوتر ده واصل على سويتش، السويتش ده واصل بيه مجموعة اجهزة. انا قلت لك كل جهاز هيكريت لنفسه اي بي فيرجن 6 ادرس، خلاص كده خلاص كده. الاي بي في 6 ادرس ده ايه اللي هيحصل؟ ده اتكريت اوتوماتيك هنا واتكريت اوتوماتيك هنا واتكريت اوتوماتيك هنا. اللينك لوكال ده مش هيعرف يعدي الراوتر ده، اللينك لوكال ها مش هيعرف يعدي الراوتر ده. يعني كلير 3 ريتشابيليتي، لو الراوتر ده وصل بسويتش تاني وبسويتش تاني رايح لجهاز تاني، الجهاز ده مش هيعرف يكلم الجهاز ده كلير 3 عن طريق اللينك لوكال. يعني ايه بكل بساطه انا اقصده؟ يعني الاي بي فيرجن 6 اللينك لوكال ده هيشتغل في نفس اللير 2 دومين. خليك فاكر الحكايه دي، اللينك لوكال بيشتغل في نفس اللير 2 دومين، يعني على نفس الاجهزه اللي واصله بنفس السويتش. ولو عندك في لان معناها بنفس الاجهزه اللي واصله على نفس الفي لان دي. تاني الفيلان هتغير الموضوع، خلينا من غير فيلان، خلينا بسويتش عادي جدا وكلهم في نفس الفيلان. السيناريو المثالي اللينك لوكال مش هيقدر يعدي الراوتر انترفيس ده، هيجي يقف هنا كده وخلاص على كده شكرا. يعني الاجهزه اللي في الحته دي كده بس هي اللي هتشوفه. ايوه ما هو ده اللي انا بقوله يا دي النيله السوداء، بقول لك اللينك لوكال بيشتغل في اللير 2 دومين. فاهم يعني ايه في اللير 2 دومين؟ يعني في نفس الفي لان بكل بساطه، خلاص كلهم في نفس النتورك، كلهم في نفس النتورك. بالمناسبه اللير 2 دومين مش نفس البرودكاست دومين، لا مش البرودكاست دومين، لا لا واضح ان انت في عندك مفاهيم في الشبكات ضايعه. طيب تعالى بقى كده عشان اثبت لك اللي انت بتقوله ده غلط. انا عندي سويتش موجود اهو، السويتش ده عليه جهاز، جهازين بلاش جهاز، وده عليه جهازين تانيين، كل الاجهزه دي في نفس الفيلان 10، كلهم في نفس الفيلان. الاربعه دول ينفع احط الاثنين دول في السبنت اللي اسمها 192 168 دوت 0 دوت 0 سلاش 24، واحط الاثنين دول في السبنت اللي اسمها 10 0 0 سلاش 24؟ ده برودكاست دومين وده برودكاست دومين ولا لا؟ ترد عليا افتح لك سماعه عينيا الاثنين. سلام
شغل السماعة عندك يا سيدي. ايوه ايوه يا باشمهندس، سامعني؟ اه سامعك والله. حضرتك راسم فيلان 10 ايوه وكل البوست جوين للفيلان 10 دي. حلو قوي. دلوقتي هنفترض ان بي سي واحد بعت برودكاست دومين، بعت برودكاست مسج، هيبعتها لكل الناس اللي معاه في نفس الفيلا. لا، في نفس الفيلا 10. خليك بس معايا، خليك معايا. طيب لما هيبعتها للناس اللي معاه في الفيلان 10، هيبقى السورس، هنفترض ان هو 10001/24، هيبقى السورس 10001. ثانية واحدة عليا، ثانية واحدة. ماشي هدي ده رقم، ماشي رقم واحد، ده رقم اتنين، ده رقم تلاتة، ده رقم أربعة. كلمني بقى بالأرقام. ماشي. طيب السورس، هنقول مثلا ان تلاتة ده السورس تلاتة، عايز يوصل واحد. اه ماشي ماشي. عايز يوصل واحد. ها مثلا ان، ماشي تمام. خلي بالك مفيش راوتر عندي. هنقول ها ان تلاتة، لا لا لا، ده لاير 2 سويتش. حلو جدا. هنقول ان تلاتة هيحط في الفريم بتاعته السورس 10001، والديستنيشن بتاع جهاز رقم واحد 192.168.0.1، اه سورس ماك بتاع جهاز رقم 3 نفترض ان هو AA.BB. حلو جدا، كمل. الديستنيشن، هتكون 12 اف 12 اف. هيعمل ايه؟ هتعمل ايه هيعمل ايه السويتش لما هيوصل له الفريم دي؟ في كل الناس اللي معاه في فيلان 10 هيعمل لهم هيبعتها للناس كلها. للناس اللي معاه في فيلان 10. اسمعني بقى، اه كلهم هم. اه حلو جدا. حلو جدا. لما هتوصل، الفريم دي للبي سي رقم واحد، البي سي رقم واحد باي ديفولت بيسمع لل 12 اف، هيعمل لها بروسيسنج، يعني هو هيقبلها، هيعمل لها اكسبت، هيبعتها للسي بي يو علشان يتعمل لها بروسيس، يعني هو مش هيعمل لها ديسكارد في لاير 2، هيعمل لها ديسكارد في لاير 3، لان هي مش معاه في نفس ال الرينج بتاع جهاز رقم واحد. طب هو انت كده قلت اللي انا يعني قلته بمعنى بالظبط. اصح، ان الجهاز نفس الناس اللي في الفيلان رقم 10 هيوصل لهم كل الفريم، دي هتوصل لكل الناس اللي في فيلان رقم 10، لكن الناس اللي في الرينج بتاع اي بي 192.168.0.0 هيعمل ديسكارد للباكت دي، لان الباكت دي ما تخصهوش هو، حلو، تخص انت كده واحد قلت اللي انا تاني. قلته بالظبط بالملي. انا قلت لك لو عندك راوتر موجود هنا، اول ما هتيجي هنا للراوتر انترفيس هيمنع الكلام دون. خلاص، يعني اول ما هيوصل لمرحلة اللير 3 راوتنج، مع السلامة. نفس الوضع اللي هيحصل بالنسبة للراوتر هيحصل بالنسبة للبي سي. اول ما هيوصل لير 3 انترفيس الباكت، اوتوماتيك هيقول لها مع السلامة انت كمان. وصلت؟ علشان كده المثال اللي فات حطيت لك فيه راوتر وقلت لك اللينك لوكال، اول ما هيوصل لراوتد انترفيس، لراوتر انترفيس او لانترفيس بيفهم لير 3، هيقول له يلا يا حبيبي مع السلامة، اتكل على الله. ها، انا قلت حاجة غير كده؟ انا قلت لك، اللينك لوكال، اول ما هيلاقي راوتد انترفيس. بالمناسبه كلمه راوتد انترفيس انا اعتقد ان انت عارف دي مش معناها ان هو راوتر بس، ده راوتد انترفيس دي ممكن تبقى بي سي وانت مشغله وانيبل الاي بي فوروردنج عليه، بس ممكن يبقى راوتر، ممكن يبقى فاير وول، خلاص،
ممكن يبقى لود بالانسر. فكلمة راوتد انترفيس دي معناها انترفيس هيفهم اللاير 3. خلاص خليك دايما فاكر اللينك لوكال مش هيعدي من نفس السويتش. اول ما هيلاقي راوتر انترفيس هيقول له باي باي مع السلامة. تمام كده؟ تمام. ايوه ماشي. بس هي في النهاية لاير 3 هي الفكرة ايه؟ ان في كل انترفيس على الراوتر ده عليه لينك لوكال بنفس الرينج اف اي 80. يعني لو في اي انترفيس تاني موجود على الراوتر ايوه هتلاقي عليه برضه اف اي 80 على الانترفيس التاني. انا بقول لك كل انترفيس هتلاقي عليه اف اي 80 خاص بيه ومربوط بالماك ادرس بتاع الانترفيس ده. بس نوت راوتر يعني لو ما يعملهاش راوتنج. ايوه ما يعملهاش بوك. ما هو ده اللي انا بقوله والله ان الراوتر انت اي انترفيس بتاع راوتر او اي راوتد انترفيس اول ما هيلاقي باكيت جياله من اللينك لوكال سبنت كامله اللي هي FE 80 دي اوتوماتيك هيعمل لها ديسكارد الراوتر انترفيس. خلاص. طيب تخيل انت بقى السيناريو التاني بتاعنا ان هما الاثنين ها خلاص نرجع لابي فيرجن 6 كده بسرعه. ارجع بقى تاني كده ثانيه واحده كنترول زد بقى كده. اهو لنفس السيناريو بتاعنا انا عندي الجهاز اهو الموجود هنا كلهم في نفس اللير 2 دومين صح؟ دول كلهم في نفس اللير 2 دومين صح؟ دول كده هيقدروا يكلموا بعض من غير اي مشاكل موجوده من غير اي حاجه. مش كده وبس، ده مش هما بس لوحدهم. تعالى ارجع كده. ده هما ده بالشكل ده كده. تعالى يا عم اهو، والانترفيس بتاع الراوتر نفسه اللي مشترك معاهم في نفس اللير 2 دومين. يعني الجزء ده كله كده هيبقوا قادرين يتكلموا مع بعض عن طريق اللينك لوكال ادرس. وضحت؟ تمام. يبقى اللينك لوكال ها ده الكور بتاع الراوتر هنا اهو، خط طلع معوج. بص لي هنا كده. الانترفيس نفسه هلا الخط مش راضي يتمسح، مش عارف اعمل لكم ايه. طيب اعمل ايه؟ طيب الخط مش راضي يتمسح والله. طب اعمل ايه؟ طيب الخط مش راضي يتمسح. طيب خلاص مش عارف هو اصلا بعمل ليه كده يعني. برضه طيب نرجع مرة تانية بقى. لا انت كده متهرج بقى صح؟ زارن الورد عنده حالة نفسية. نرجع مرة تانية بقى، عامل إيه طيب يعني؟ نرجع مرة تانية، اللينك لوكال بقى أنا عندك راوتر أهون، والراوتر ده واصل بشبكتين، أنا شبكة عليها سويتش، وأدي شبكة عليها سويتش تاني أهو، وده عليه مجموعة أجهزة، وده عليه مجموعة أجهزة، وده عليه مجموعة أجهزة، لو هم أو بص كده، اللينك لوكال هيشتغل بالشكل ده كده. معنى كده إنك ده مع ده مع ده مع الراوتر انترفيس ده نفسه هيقدروا يشوفوا بعض. طب بص لو عندي السويتش ده واصل بمجموعة اجهزة، مجموعة الاجهزة دي هتكون ها في لينك لوكال نتورك مختلفة خاصة بيهم هما. الاتنين دول مش هيقدروا بأي حال من الأحوال يكلموا بعض مهما حصل.
الاثنين مش هيقدروا يكلموا بعض باي حال من الاحوال يكلموا بعض مهما حصل. ها وضحت الحكايه دي؟ حد عنده اي مشكله في النقطه دي؟ طيب كلام جميل. في حاجه بس هنا لازم اقول لك عليها، اللي هي ايه؟ ازاي الاي بي ادرس ده هيتعمل له جنريت؟ موضوع بسيط جدا. بص تخيل مثال كده، عندك ماك ادرس بسيط جدا زي ده، 0011 22 كان الماك ادرس عباره عن 48 بت. خلاص كده. طيب 1 2 3 يبقى لسه فاضل 3 كمان، ماشي. خليها كده AA BB CC. انا عايز لما كاريت اي بي فيرجن 6 لينك لوكال ادرس هيتكريت ازاي يا عم؟ قال لك بص، الاي بي فيرجن 6 كل اربعه مع بعض، صح؟ كل اربع خانات مع بعض وهيتكرروا 8 مرات. طب حلو قوي. طب برضو ده هيفيدني في ايه؟ اقول لك استنى بس، عندك شايف الماك ادرس بتاعك ده؟ اقسمه لي 2، تعال لي كده في النص اقسمه 2، اهو اتقسم 2. قال لك حط لي في النص كده القيمه دي اف 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 اي. مش ده 48 بت صح؟ 48 بت. والاي بي فيرجن 6 كام بت؟ ها 128 بت صح؟ فانت لازم تكمل عشان توصل لمين؟ لل 128. طيب وبعدين؟ قال لك بص بقى كده، حط لي في الاول اف اي 80، وده اتفقنا عليه من شويه. يبقى هتحط في الاول كده اف اي 80، طب وهتحط في النص اف 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 اي. طب ما لسه برضه في فرق. قال لك الفرق اللي بينهم حطه لي باصفار، او شيل ده كده يا عم، اهو اريزر اهو. الفرق اللي فاصل بينهم هيفضل عندك 3 بت كمان، حطه لي باصفار. طب تعالى كده نترجم الكلام ده، لان في لسه في اخر خطوه خالص هتتعمل. بص لي كده، الماك ده هينزل بالشكل ده سي سي بي بي، اهو دول 4 بت. بعد كده اي اي اف اي. طيب بعد كده اف اف اهو 2 2. طب حلو قوي. بعد كده 1 1 0 0. الله، لا شيل دي كده. فين اهو 1 1 0 0 اهو. بعد كده اف اي 80، وده هيكون الماك بتاعك. قال لك بس استنى بس عليا، في خطوه بس اخيره كمان، اللي هي ايه؟ تعالى كده نكتب ده بشكل احسن شويه، بدل ما هو ملعبك كده اللعبكه ديت، خليه لي كده مترتب. اف اي 80 0011 تم لعبك قوي مش عارف ليه. تعالى يا عم كده، تعالى امسح ده كمان كده، نوفر مساحة عندنا بدل العذاب ده. اف اي 80 0011 22 اف 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 اي 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 بي بي سي سي. طيب قال لك بقى ثانيه واحده، خلاص في حاجه بس هنا، هو ده كده كام بت، او اسف كام خانه؟ 1 2 3 4 5. معنى كده ان كان في كام خانه بالصفر هنا؟ ها في 3 خانات، في 3 خانات لسه بالصفر صح؟ قال لك تعالى على الخانه الاولانيه دي منهم من ناحيه اليمين، او اخر خانه من ناحيه الشمال. الخانه اللي من ناحيه الشمال دي المفروض تكون قيمتها بكام؟ عباره عن كام صفر؟ 4 اصفار صح؟ بما انها كلها بصفر المفروض تبقى كده، يعني المفروض لو انت كاتبهم كلهم كانين يبقوا كده صح؟ مش الثلاث اصفار دول،
لو ترجمتهم لي المفروض يبقوا كلهم كده بالمنظر ده، صح ولا غلط؟ صح؟ لحد دلوقتي في جديد؟ مفيش جديد. طيب بص لي كده، قال لك تعال على الخانه دي وروح للبت دي اللي فيها حولها لكام، اقلبها، لو هي بصفر خليها بواحد، ولو هي بواحد خليها بصفر. طب في حالتي دي هتبقى كام يا عم؟ في حالتي دي هتبقى كام؟ قال لك بس استنى بقى، عندك تعال نحولها كده من صفر لواحد او من واحد لصفر على حسب قيمتها. اهيا اهي، حلو قوي. بص لي كده، نزل دي زي ما هي، الخانه دي ما فيش اي تغيير، والخانه دي ما فيش فيها اي تغيير برضو، ودي ما فيش فيها اي تغيير، ودي ما فيش فيها اي تغيير برضو. اهي الخانه دي هي اللي هيكون فيها تغيير، هنا كانت بصفر، اهي اهي كانت اصلا بصفر، لو بصفر هقلبها واحد، هقلبها واحد يعني هتبقى اتنين صفر اف اي 80. اهي يا سيدي خلاص، ايوه بتقلب البيت السبعة اهي خلاص، مفيش لخبطة ولا حاجة. لا بتقلب البيت السبعة بس، انت بتقلب اتنين بيت ليه؟ ليه خليتها صفر صفر واحد واحد؟ ليه واحد واحد دي؟ انهي خانة بالظبط؟ ها زيرو زيرو واحد واحد، دي اصلا نازلة زي ما هي كده، دي بتنزل زي ما هي، دي اصلا جزء من الماك بتاعك، هتغير الماك بتاعك ازاي؟ تعالى كده اديك مثال واقعي، اوعى كده يا عم بدل العذاب اللي انت معذبهولي ده. اي اف كونفج، تعال ناخد الماك بتاعنا، تعال ناخد الماك بتاع الانترفيس ده ونبدا نحوله. فين الماك بتاعك؟ فين يا سيدي؟ فين فين؟ اهو الماك اهو، شايف الماك؟ حلو، وتعال نبدا نحول الماك ده كده ونشوف. تعال كده الماك ده، زيرو 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 سي اتنين تسعة اي اي اف تلاتة ستة واحد. تعالى يا عم ترجم الكلام ده، تعالى ترجم الكلام ده. الاول اقسم لي ده من النص، حط لي مكانه في النص ايه؟ اف 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 اي اهو. تعالى كده لو جيت نزلتها ستة واحد اف تلاتة ستة واحد، بعد كده اف اي اي اي، بعد كده اتنين تسعة اف اف، بعد كده ها زيرو 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 سي، بعد كده مجموعة اصفار ها، بعد كده اف اي 80. حلو كده. تعالى بقى قبل اي حاجة، تعالى كده اي بي ان ام سي ال اي، ان ام سي ال اي كونكشن اب كده هوم مثلا، وشوف هياخد اي بي، شوف هياخد اي بي فيرجن 6 كام اهو. تعالى بقى اللي احنا عملناه كده، فاضل عمليه الكونفرجن بس، عمليه التعديل بس.
بص عندي كده اف 3 6 1، بعد كده فين 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 اف اي 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 اهو، بعد كده 2 9 اف اف، بعد كده 000 سي، بقت 20 سي. ماشي، اركن لي دي كده على جنب، هي دي اللي فيها الشغل كله، اركن دي كده على جنب. بعد كده اف اي 80 اهو، اف اي 80 اف اي 80، حلو جدا. طيب ارجع، نزل كده 000 سي دي، أربعة خمسة ستة سبعة تمانية، دي بأربعة أهي، والتالتة دول البيت الأولانية، البيت التانية، البيت التالتة، والبيت الرابعة برضو بصفار أهون. اقلب ده كده الواحد، تعالى ترجم كده 0 سي دي، نسيبها زي ما هي 0 سي، هتفضل زي ما هي، اسف سي هتفضل زي ما هي، اهي مفيش اي تغيير، تفضل سي زي ما هي، تنزل. طيب اهو صح زي ما هو عامل بالملي اهو، اللي انا قلته قبل كده كنت بيحصل ايه؟ ارجع بقى كده كنترول زد كده، ما بيرجعش كنترول زد، اعمل ايه بس؟ كنترول زد مش راضي يرجع، اعمل ايه؟ طيب امسح تاني كده، امسح تاني اهو، مش عارف ايه الورد النهارده ماله. طيب تعالى يا سيدي، حد يديني كده ماك ادرس عشوائي، اي ماك ادرس عشوائي، حد يديني ماك عشوائي، ها تعال نوضحها بشكل احسن 100 مره من اللي احنا قلناه ده 100 منها. مثلا يا سيدي 00 حلو قوي، بلاش ايه ده في الاول، هتعذبني معاك، هقعد اترجم الايه دي لكام، ل10 وهتعذبني معاك، خليها في الاول 0 0 يا ما تصعبش الدنيا على نفسك في الاول، الايه في الاول هتترجم ل10 صح، اقعد بقى احول بقى وعيش حياتك، ربنا يديك الصحه فيها، خليك في الاول بتبدا ب0 0 عشان يبقى سهله بالنسبه لك، خليها لي كده ماك ادرس بالمنظر ده 0 0، خلينا معاك ال 4 8 اللي انت ماشي بيها، 4 8 1 سي واحد بي، حلو، بعد كده بي سي، بعد كده 8 7، 1 2 3 4 5 6، حلو جدا. عايزين نترجم ده لللينك لوكال اي بي فيرجن 6، قال لك بس اقسمه 2، حطه في النص اف 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 اي، خلاص كده لحد دلوقتي كله تمام، ادي 8 اهو، انزل لي بقى وضم لي كل 4 مع بعض اهو، بي سي 8 7 اهو، اف اي 1 بي، بعد كده 1 سي اف اف اهو، حطيت في النص اهو اف 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 اي، تمام كده مظبوط لحد دلوقتي مشكله، بعد كده 48 اهي، نزلها زي ما هي، ها 0 0 خلاص كده. بعد كده في الاول هنا هيبقى ايه، في اف اي 80، والباقي في النص بينهم كام، اصفار 3 اصفار، خلاص كده حلو جدا. تعالى بقى قال لك تعالى على القيمه الاخيره دي، القيمه الاخيره دي شوف البت التانية اللي فيها دي كده
اكتبها الاول بلاش، اقول لك طريقه سهله، بلاش تكتبها زي ما هي كده بالهكسا ديسمال، اكتبها بالباينري. لو هي بالباينري كل رقم من دول قيمته من كام؟ من 0 ل 16، يعني يترجم في اربع ارقام. خلاص شيل كل واحد من دول وحط مكانه اربع ارقام. الثمانيه دي بالهكسا ديسمال لو ترجمتها باينري، تعال ناخد الحته دي بس كده نشتغل عليها. لو خدت دي كده باينري تشتغل ازاي؟ بص عشان انا معذب كاش، بص الصفر ده حوله لاربع ارقام، الصفر اللي بعده الاربعه زيهم، الاربعه تتحول لكام؟ ها صفر واحد صفر صفر، تمام. خلاص كده الاخيره دول الثمانيه، واحد صفر صفر صفر. خلاص حلو جدا. قال لك تعالى على البت رقم سبعه دي، البت السبعه دي لو هي صفر خليها بواحد، لو هي بواحد خليها بصفر. خلاص كده هي عندي بصفر، يبقى هقلبها خليها كام؟ هخليها واحد صح؟ تبقى هتبقى كام؟ صفر واحد واحد صفر، اهي واحد صفر صفر صفر، تبقى هي اتقلبت تبقى كام؟ تمانية. والقيمة دي بكام؟ ها؟ دي بأربعة ودي باتنين، يبقى بكام؟ بستة بس. خلاص تبقى كده الاي دي بتاعك هيبقى كام يا عم؟ بدل ما هو 8 4 هيبقى 8 6، يعني لو جيت اكتبه كده عندي هيتكتب يبقى ايه؟ امسح ده بقى كله كده، لو جيت اكتبه هيبقى كده اف اي 80 0 0، دي مش عايزينها خلاص شكرا، هتبقى 8 6 1 سي اف 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 اي 1 بي بعد كده بي سي 8 7. ها مثال كمان، ها وضحت؟ حد عنده اي مشكله؟ مثال كمان، كمان مثال، حد يديني الماك ادرس بتاعه على الجهاز، حد يديني ماك ادرس على الجهاز، اي ماك ادرس عندك على الجهاز بتاعك، اي ماك ادرس. ها تعالى كده 0 0 دي 1، حلو قوي 0 0 دي 1 9 7 اف 4 دي 9 دي ولا 9 0؟ 9 0 صح؟ 9 0 4 9 1 2 3 4 5 6، 6 خانات. ممتاز جدا. عايز احول الكلام ده لللينك لوكال بتاع الاي بي فيرجن 6. قال لك ايه؟ اقسم ده لنصين، يبقى اول 3 خانات لوحدهم وتاني 3 خانات لوحدهم، وقال لك حط لي في النص بينهم اف 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 اي، اهو حطيناهم في النص، وقال لك ضم كل اربعه مع بعض، اهو يبقى هتبدا بكام؟ 9 0 4 9، الحمد لله. بعد كده ضم كل اربعه مع بعض يبقى اف اي اف 4، ممتاز. اللي بعده اهو ده الناحيه الشمال 9 7 اف اف، 9 7 اف اف اهو. اللي بعده ها دي 1 0 0، وهنا الاثنين كلهم ورا بعض، وفي قبلها في الاول هنا كده ما تنساش اف اي 80، حلو جدا. طيب قال لك تعالى بقى على الخانة الأخيرة اللي قبل الأصفار دي، الخانة الأخيرة اللي قبل الأصفار، كل خلي بالك ما تنساش في كل خانة، كل بيت في كل خانة عبارة عن ها دي عبارة عن
لو حولتها الباينري هي هيكسا ديسمال صح؟ لو حولتها الباينري هتبقى ب4 بت. طيب خد الخانه دي بقى والعب معاها، حول لي كل بت هنا من هيكسا ديسمال حولها الباينري، لو دي حولتها هتبقى كده 4 اصفار للخانه الاولانيه، بعد كده 4 اصفار للخانه الثانيه، بعد كده الدي، الدي دي ها لو حولتها تبقى كام؟ هي دي عباره عن كام؟ الاي ب10 صح، البي ب11، السي ب12، الدي 13 صح، الدي ب13، عايز احول ال 13 دول لباينري، ها يتحولوا بكام؟ واحد، الواحد ده ب 8، 8 8 واحد واحد كمان، 8 و4 12 اهو اتحولت كده لايه؟ لباينري. فاضل لي مين كمان؟ واحد، الواحد ده يتحول بكام يا عم؟ 0001 اهو، ادا واحد، بعد كده ادا دي، بعد كده ادا صفر، ادا صفر اهو، 00D1 تمام. قال لك تعالى على البيت رقم 7، تعالى على البيت رقم 7 خلاص، 1 2 3 4 5 6 7 اهي، عايزين نحولها، عايزين نحول البيت السبعه ديت. قال لك البيت رقم 7 دي لو بواحد اقلبها 0، لو بصفر اقلبها كام؟ اقلبها 1 بس خلاص اهي، نزلها زي ما هي اهي، 1 0 0 1 0 0، بعد كده 1 0 هي بواحد اهي، يبقى اتقلب 0 اهو. بالمناسبة في غلطة هنا احنا عملناها، البيت السبعة دي، دي البيت السبعة خلاص كده. طيب تعالى كده، 1 2 3 4 5 6 7 اهي، البيت دي اللي تتقلب مش دي، دي بواحد ودي هتبقى بواحد. لو حبيت ترجم الكلام ده هو هتبقى بكام؟ هتبقى بكام عندك؟ 1 1 0 1، بعد كده 0 0 1 1. طيب تعالى نترجم دي كده اهو، 0 0 دي 1 و2 3 دي 3، بدل ما هي كانت بدي 1 تبقى دي 3. اكتب نفس الماكن اللي احنا كنا كاتبين، او اسف نفس القابين اللي كنا كاتبينه هنا، بس بدل الدي 1 شيلها وحط مكانها دي 3. ادي اللينك لوكال ادرس. ها حد عنده اي مشكله؟ ليه الدي بصفر صفر صفر واحد؟ اسف، 1 1 0 1، 1 1 0 1 اهو. تعالى كده احول لك ال 1 1 0 1 ده، 1 1 0 1 ده، وتعالى كده احوله لك ده 0 1 2 3. 2 اس 3 بكام؟ ب 8، و2 اس 2 بكام؟ ب 4 صح؟ وده بصفر خلاص سيبه زي ما هو، و2 اس 1، 2 اس 0 بكام؟ ب 1، 8 زائد 4 12، 12 زائد 1 13، ده بالباينري، ال 13 ده في الباينري ايكويفالنت للهكسا ديسمال بالرقم دي. وصلت؟ ال 13 ده في الباينري ايكويفالنت للرقم دي. خلاص كده؟ أنا عارف إن الموضوع مزعج شوية، هتقعد تحول من الباينري للهكسا ديسمال ومن الهكسا ديسمال للباينري، بس عشان تبقى عارف الارقام دي جت منين، عشان تعرف اللينك لوكال ادرس ده جه منين بس، لا اكتر ولا اقل. خلاص؟ طيب.
ده هيفيدك في ايه بقى يا معلم؟ ها، لما نوصل ونتكلم على موضوع السلاك، عشان لو انت ماسك نتورك وعندك دي اتش سي بي ولا حاجه وبتقصين سايت لوكال، لسه هنتكلم عليه بقى. احنا كده اتكلمنا على اللينك لوكال، لسه هنتكلم كمان على السايت لوكال. لما تيجي تكونفيجر الدي اتش سي بي هتبقى عندك المفروض تكون فاهم الكلام ده، لان انت لو مش فاهمه هتعك احلى عك. خلاص كده؟ عشان كده كنت بسألكم في الاول ليه اكمل اي بي فيرجن 6 ولا اسكت. طيب ماشي، خلينا نكمل. طيب دي مش في سي سي ان اي خالص، دي في اخر سي سي ان بي، وموضوع السلاك والحاجات دي في سي سي اي اي كمان. طيب ما علينا، المهم ان ايه، احنا كده يعتبر الحمد لله خلصنا موضوع اللينك لوكال، فاضل لنا السايت لوكال، وفضل لنا السلاك بروسيس بتشتغل ازاي. تمام، وهكلمك على شويه سبيشال اي بي ادريسز كده، سبيشال ادريس عندنا نتكلم عليها وايه، ويبقى كده تمام جدا. ان شاء الله هنكمل بكره الايه بقيه موضوع الاي بي فيرجن 6، ونكونفيجر كمان الاي بي فيرجن 6. احنا عملنا كونفيجر اي بي فيرجن 4، هنكونفيجر اي بي فيرجن 6 بكره ان شاء الله. خلاص كده، حد عنده اي مشكله؟ ها تمام. طيب خلاص ماشي، هنكمل بكره باذن الله. اشوفكم بكره على خير ان شاء الله. السلام عليكم. حاضر حاضر والله، هرفع لكم فيديوهات بكره ان شاء الله.